طبيعي جدا أن اليوم إحياء ذكرى 77 لأحداث 5 أوت 1947، واليوم بطبيعة الحال الاتحاد قناعاته ومبادئه ووفاء لمن قدم لهذه البلاد وقدم للطبقة العاملة في هذا الاتجاه، فنترحم عليهم. وشفتوا الحضور اليوم في هذا الاتجاه، فدليل قاطع على مبادئ الاتحاد في وفاهم لشهدائهم ولمؤسسيهم واللي ضحوا بالغالي والنفيس من أجل مناعة هذا الوطن ومن أجل كرامة العمال وكرامة هذا الشعب التونسي. الاتحاد ما تنجمش اليوم احنا كيف شعارنا ولوايحنا وننادوا معناها بالحوار الاجتماعي الصادق والهادف والشفاف والنزيه، والنادي بالحق النقابي اللي هو مكسب، ما ينجمش تحكي على حق نقابي طالما ما تحكيش على الحقوق الكونيه نتاع الانسان، ما تحكيش على حقوق الانسان، على حريه التعبير، على حريه التنظم، على حريه الابداع معناها في الفكري وغيره. هذه كلها من قناعات الاتحاد جزء لا يتجزا، ما نجمش نفصلوها على بعض. وهذا معناها بيانات الاتحاد واضحه اللي صادره عبر مؤسساته، مواقفه في خطاباته زاده واضحه، واحنا ماشيين الى مجلس وطني ايام 5 6 7 سبتمبر، فهي محطه هامه للتقييم والتقويم ومن اجل معناها صياغه المضامين لرؤيتنا المستقبليه في هذا الاتجاه. الاتحاد سيظل هو الاتحاد في قناعاته ومبادئه، المبادئ والقناعات لا تتجزا في اي زمان ولا في اي فتره ومهما كان اي حكم. لا لا لا، كل من يراها انت تصدع، بالعكس الناس تحكي على الديمقراطيه، هي قلعه حشاد هي نتاع الديمقراطيه. شوف التنوع وشوف الافكار وشوف مع الناس سر مكاشينا ولا مخبينا ولا حاجه، الناس كل تتحدث باريحيه وكذا. واقول لكل من يراهن على الانقسامات وغيرها، احنا في كل محطاتنا نختلف داخل دارنا، نتصارع داخل ارضنا صراع نتاع افكار وراي وراي مخالف، ونلتقي لقاعده الاختلاف في الراي من اجل صياغه المضامين ومن اجل مناعه هذا الوطن ومن اجل مصلحه العمال. والاتحاد شعاره هو التماسك والتضامن، سيخرج اقوى من ذي قبل ومتماسك ومتوحد حول القضايا الجوهريه اللي يؤمن بها. الاتحاد مازال متمسك بالحوار مع الغضون؟ لا، شنو نحكوا على الحوار الاجتماعي معناه؟ وانا حوار الحوار مع شنو حوار؟ الحوار حق من حقوقنا. وهذا اليوم شفتوا تداعيات لي في مؤتمر منظمة العمل الدولية الأخير اللي هي ثلاثية التركيبة، القرار الزر منه. احنا الحوار الاجتماعي هذا كمكسب من المكاسب اللي تكسبت في البلاد، لا يمكن التراجع عليه مهما كلف في ذلك، كيف الحق النقابي وغيره كذا. هذه مسألة ما نشمش نفدلكوا فيها. احنا مطالبين المنشور 20 وبعد جاء 20 وبعد جاء 21، وقلنا هذا راهو اليوم التفاوض بشروط، ما نجمش يكون حوار وما نجمش يكون تفاوض. التفاوض راهو يجي تلقائي ونقعدوا على الطاوله ناخذوا ونعطوا مع بعضنا ونبلوروا فكره ونرجعوا لها وكذا، وناخذوا ما هو مشترك ما بيننا وكذا. هذا يتطلب برغماتيه سياسيه ويتطلب عقل معناها ناضج مسؤول يؤمن بالحوار الاجتماعي ويؤمن بالراي والراي المخالف. وهذه ضروره معناها ماهيش مزيه، وهذه تونس لها خصوصياتها منذ الاستقلال، تربت معناها على الراي والراي المخالف وعلى الحوار الاجتماعي وعلى التشاركيه مع بعضنا وعلى النقد لبعضنا، ولكن النقد البناء ماهوش احنا ضد النقد اللي يستهدف اعراض الناس وهتك الاعراض وغيره وكذا، لا احنا ضده، ولكن النقد اللي يكون مستواه نتاع راقي اللي يفيق المسؤول في اي اتجاه كان من اجل صياغه المضامين ومن اجل التوجهات العامه. انتخابات شبال انتخابات 6 اكتوبر ما عندكمش هذا عندنا يعني مجلس وطني قبل واحد، ما نجمش نسبق الاحداث. المؤسسه هذه ثاني سلطه قرار في الاتحاد، ما نجمش نسبق القرار نتاعها. احنا بطبيعه الحال خذينا في السابق حريه الاختيار، معناها الناس في التصويت او الذهاب او غيره. اليوم نسمعوا كيفنا كيفكم، نسمعوا نشوفوا في العجائب والغرائب في بعض الترشحات معناها واسماء وغيرها، ما ليش الدوله الى هذا الحد. ومن كذلك يستهدف الذكاء التونسي، نقول له راك غلط في فكرك، الشعب ضاير اذكى من الاذكياء وراو يصمت نعم في بعض الاحيان، ولكن الصمت نتاعو راو ما يعرفش يقراه، راو ما ينجمش يقدم وما ينجمش يكون تربى في الدولة ذي ويعرف الجوهر والمغزى والمعنى نتاعها. ما تجموش لحد الآن تدعو المقاطعة؟ لا لا لا، عندناش احنا أولا لا ندعو لا دعينا لحد شيء، وقدامني استحقاق مؤسسة معناها مش تنعقد ثاني سلطة قرار قبل الانتخابات، هي سيدة نفسها ما ستراه صالحا بالعقل النقابي الناضج والواعي والمسؤول، بطبيعة الحال سوف تتبلور وتخرج لكم من الإعلام. هذه الإيقافات في صفوفكم هذه الإيقافات اليوم؟ شوف احنا الإيقاف اللي يكون فيه استهداف نقابي من أجل عمل النقابي نتاعه من أجل نضالاته
احنا رانا ضده، ولكن اي معناه ايقاف اللي فيه ما يثبت ويدين اي مسؤول نقابي ولا اي كان يتحمل مسؤوليته لا يلزم الاتحاد في شيء.